يواصل مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل فعاليته لليوم الثاني بمدينة الأقصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويشهد المؤتمر في يومه الثاني 4 جلسات تناقش خلالها محاور تطبيقات تكنولوجيا الفضاء في المياه والزراعة والاستثمار في الشركات المحلية والدولية في مجالات المياه والريف الجديد وطريق إلى مجتمعات ريفية مستدامة والتوعية والإرشاد وبناء القدرات في مجالات المياه والزراعة. وخلال جلسة تطبيقات تكنولوجيا الفضاء في المياه والزراعة أكد الدكتور أيمن عياد مدير مفوضية الاتحاد الأوروبي للتعاون في المياه والمرافق أن قطاع الزراعة في مصر يستهلك حوالي 85% من حجم المياه في مصر، مؤكدا أن تحسن آليات الزراعة تساهم في تنوع المساحات المنزرعة وأن الآليات الجديدة للري تساهم في تنمية المشروعات الكبرى التي أعلنت الحكومة عن تدشينها الفترة المقبلة. قطاع الزراعة بيستهلك حوالي 85% من إجمالي احتياجات مصر، بنتكلم على 60 مليار متر مكعب. نسبة الصرف المغطى حوالي 65%، نسبة الري الحديث في الأرض القديمة ما زادتش عن 15%، وده معناه إنه عندنا في قطاع الزراعة في تحديين كبار. الجزء الأولاني إنك إزاي تطور الري من ري بالغمر بيستهلك كميات مية 4000 ل 5000 متر مكعب كمتوسط ليه ري حديث ري متطور، سواء عن نظم الري الحديث او صوب الزراعيه.